أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جمال، اشتريت قطعة أرض في سوق تجاري لعمل محل تجاري، وتم تغيير السوق، فطلبت من الشركاء أن يردوا إلي مبلغي، فردوه علي، فهل عليه زكاة؟ إن كان بقي عندك إلى أن حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، أما إذا لم يمضي عليه حول فلا تجب فيه زكاة، لأنه ما كان في ملكك قبل الرد عليك، ما كان في ملكك. نعم.